اوكي، ده سؤال 933 عن الاوتو سايكل. هنحله مرة، هو سؤال 933 عن الاير ستاندرد بس، بعد كده هنحله مرة تانية اللي هو سؤال 935، نفس السؤال بنفس الصيغة بالظبط، بس مش اير ستاندرد، هيكون عبارة عن اسمه ايه دوت كولد اير اسامبشن، يعني سي بي وسي في معروفين او كونستانت. هنا هو مش فاريبل، هنستخدم التيبل اي 17. تعال نشوف بقى السؤال دوت بيقول لك ايه. بيقول لك ان ايدل اوتو سايكل هاز ا كومبريشن ريشيو. كومبريشن ريشيو اللي هو ايه؟ اللي هو الار. قال لك تساوي كام؟ تساوي 8. طبعا هي يونتلس، تمام. طب هو الار ديت على طول، انت الار دي عبارة عن ايه اصلا؟ الار ديت عبارة عن الماكسيمم فوليوم على المينيمم فوليوم، يعني V1 سواء سبيسيفيك او عادي مش سبيسيفيك، اي حاجة V1 على V2. وفي ذات الوقت احنا عارفين ان V1 تساوي V4، صح؟ ف V4 على V3. وقلنا طالما هو احنا لسه هنعرف يعني، بس الفكرة غير كده ان هو برضو ان هو ده اير ستاندرد، يعني التبل اس انتين. غير كده انت عارف ان القوانين برضو، طالما الريشيو بتاعت الفوليوم العادية فوق بعض كده، انت ممكن تعوض بدلهم بالفي ار كمان، اللي هو ريليتيف سبيسيفيك فوليوم اللي انت هتجيبه من اي 17، تمام. اللي هو هيكون في 1 ار على في 2 ار، نفس اللي انت كتبته قبل كده، نفس الارقام، على وسي برضو ايه في 4 ار على V3R، تمام؟ حلو قوي. فانت الكلام ده المفروض تحطه في دماغك او انت في الايكويشن شيت ان هو كده، تمام؟ ده اول معلومه اول ما تشوف الكومبريشن ريشيو ان انت لازم تلعب في الكلام ده. طيب بعد كده بيقول لك ايه؟ At the beginning of the compression process. فين beginning of the compression process؟ يعني عند واحد، يعني عشان الكومبريشن بروسيس بدا عند واحد، يعني الفوليوم ناقص، تمام؟ Air is at كذا، ده كيلو باسكال، ده البريشر. فهو اداني ايه؟ اداني B1 اللي هو بريشر عند الستيت 1 95 كيلو باسكال، تمام؟ حلو. وبعد كده قال لي ايه تاني؟ قال لي ان تمبريشر 27، انا بشتغل بالكلفنز، فهزود 273 زائد 27 هتطلع هي 300، تمام؟ دي تي 1 تساوي ايه؟ 300 كلفن. حلو خالص، تمام. بعد كده بيقول لي ايه؟ اند 750 كيلو جول بير كيلوجرام، دي وحدة سبيسيفيك هيت او ورك، تعال نشوف اوف هيت، تمام، يعني كيو از ترانسفيرد تو اير. هو طبعا الاير فين؟ هو الاير جوه البيستون سلندر، فانت انت الهيت دي جايه لجوه البيستون سلندر، جايه لجوه الاير، الاير جوه البيستون سلندر، فدي كيو ان. هيت از ترانسفيرد تو اير ديورينج ذا كونستانت فوليوم. هو كمان قال لك هيت اديشن بروسيس، هيت اديشن بروسيس يعني اللي هو كيو ان ديت، هو ده البروسيس منين؟ 2 ل 3، تمام. حلو، يعني هو اداني الكيو ان في البروسيس 2 ل 3 اللي هي مفروض ليه قانون، القانون بتاعها دلوقتي انا لغايه دلوقتي ما وصلتش حته هل هو اير ستاندرد ولا كولد اير اسامبشن. فهو بيقول لي ايه؟ taking into account the variation of specific heats with the temperature determine كذا. فهو قال لك variation specific heats، يعني دوت تيبل اي 17 اير ستاندرد، يعني مش هتيجي عند كولد اير اسامبشن ده باي شكل كان، مش هتستخدم لا سي بي، مش هتستخدم لا سي في، مش هتستخدم اي قانون في كي، تمام. ده معناه ان انا كيو ان ما عنديش غير حاجه واحده ان انا اقدر استخدمها، اللي هو ايه؟ يو 3 ماينس يو 2. وزي ما انت شايف على فكره هو ده كيو ان، يعني ده دي 750 كيلو جول بير كيلو جرام، تمام. حلو، وانت لا عندك U3 ولا U2 ولا اي حاجه، فهنشوف انت هتستفيد من المعلومه دي في ايه. بيقول لك determine the pressure and temperature at the end of the heat addition process. فين الهيت addition process؟ يعني QN ده الهيت addition، البروسيس ده بينتهي فين؟ عند 3. فهو عاوز pressure، determine the pressure and temperature at the end of the heat addition process، يعني عند 3. فهو عاوز طالب منك T3 ك ايه هي؟ و B3 ايه هي؟ حلو خالص. تي 3 لما انت شغال على تيبل اس 17 بتجيبها من اليو 3 دايما، غير كده هتتجاب بقى من المعادله. هي تي 3 مش موجوده عندها في غير معادلتين، معادله بتاعت الايزنتروبيك ما بين التي والفوليوم، تمام، ومعادله ثانيه اللي هي مع الكيو ان، اللي هي كيو ان يساوي سي في تي 3 ماينس 2 2. غير كده
ده الكلام دوت مش هنستخدمه اصلا غير في الكولد اير اسامبشن. انا دلوقتي فين؟ انا في الاير ستاندرد اسامبشن، انا في التيبل اي 17. ده معناه ان انا لازم اجيبها من اليو 3، فانا محتاج اعرف اليو 3 هنا. بس انا برضه في ذات الوقت انا عندي كيو ان، بس انا عندي مشكله يو 2. فانا لو قدرت اجيب يو 2 هجيب يو 3، وبعد كده اروح على تيبل اي 17 اجيب تي 3. فدي نقطه حلوه. ولو انا عرفت تي 3 ممكن استخدم طرق مختلفه، اشوف انا اعمل ايه عشان اطلع بي 3. ممكن استخدم ايدل الجاز لو هنشوف. تمام. بعد كده بيقول لك طالب منك ايه؟ ذا نتورك اوتبوت. لما يقول لك نتورك اوتبوت هو ده الدبليو نت بتاعك، تمام؟ حتى لو قال لك اوتبوت هو مش معناه اوتبوت بس، يعني هو بيقول لك نت. طالما قال لك نت عشان ممكن حد يتلخبط في الحته دي، هو نت يعني كله، يعني كيو ان ماس كيو اوت يعني كامل. حتى لو قال اوتبوت هو يقصد ان هو ده الديزايرد اوتبوت بتاعك. فطالب دبليو نت، ودبليو نت ما تساويش غير كيو ان ماينس كيو اوت. وفي طرق تانية نحسب بيها اللي هي W out ناقص W in، بس احنا عادة نشتغل Q in ناقص Q out. تمام. Q in مديها لي، حلو خالص. يبقى انا مشكلتي ان انا ايه؟ ناقصني Q out. طب Q out دي انا اجيبها منين؟ Q out ليها قانون، والقانون طبعا اللي هو هستخدم فيه الدلتا U، مش هستخدم C V T 4 ما C 1. لا، Q out ديت هتساوي U 4 minus U out، اللي هي المنطقه بتاعتها، يعني هي ما بين 4 و 1، واعتبر الاكبر ناقص الاصغر يو 4 ماينس يو 1. حلو. تمام. انا ما عنديش يو 4، يو 1 ممكن اجيبها، عشان تلاحظ انت عندك بي 1 تي 1، عندك حاجات ممكن تجيبها، فالارقام هتفيدك ان انا معايا نفس الحاجه. ف وذا ثيرمال افشنسي، تمام، الثيرمال افشنسي، وطبعا ده اير ستاندرد اي 17، مش هستخدم اي قانون في كي، فهستخدم القانون العام الجنرال بتاعه، اللي هو لو انا حسبت ال W net وانا اصلا هو مديني كيو ان، فخلاص هتطلع على طول ايه؟ ال ايتا ديت او ال efficiency. تمام. وبعد كده بيقول لي طالب مني the mean effective pressure اللي هو MEB. MEB ليه قانون على طول، MEB ليه قانون اللي هو W net برضه لو انت جبته من قبل كده، كده كده المفروض تجيبه. تمام. على في 1 ماينس في 2، او انت بما انك عندك الار خلاص ادخل على طول، ان انت بدل ما تجيب في 1 وتجيب في 2، لا انت تجيب انت عندك الار، استخدم القانون بتاع اللي في جواه ار، وام ماينس 1 على ايه؟ على ار. حلو. طيب انا بقى عايز بقى اشتغل بقى الشغل ان انا ازاي استخدم التيبل اي 17. تمام، حلو الكلام. انا اول حاجه التيبل اي 17 ما فيهاش بريشر، فانا مش هستفيد المعلومه دي في حاجه. البريشر ده مش هستفيد منه في اي حاجه حاليا. البريشر ده ممكن نستفيد منه بعدين، هنشوف. تي 1 موجوده في التيبل اي 17، التمبريشر ذات نفسها دايما على طول موجوده في التيبل اي 17. من تي 1 ممكن اطلع كذا حاجه، فانا عشان كده بقى انا دلوقتي كتبت كل المعطيات عندي، انا عاوز ايه وكده. خلينا امسح عشان نعرف نكتب، او ممكن نكتب هنا نخليهم مكتوبين عشان نكون يعني ايه كل حاجه موجوده. حلو. الحل ان انت هتروح عند تي من التيبل اي 17. تمام. هنشوف دلوقتي هنعملها، وانها عند ال 300 تي 300، وهتطلع جنبها تشوف ايه القيمه اللي جنبها الفي ار، واللي هي هتكون طبعا دي تمبيتشر، وعند 1 يبقى دي برضه انت بتجيب ايه في ار 1. وبرضه هتطلع ايه؟ هتطلع يو 1 انت عاوزها من هنا عشان الكيو اوت. فانت كده استفدت ان انت طلعت اليو 1 هنا، فانت محتاج يو 4 عشان تطلع كيو اوت على طول، وكده هتستفيد انك تطلع الدبليو نت. حلو. يبقى انا كده طلعت في ار 1 ويو 1. انا ليه طلعت في ار 1؟ انت قلت لك دايما انت بتلعب في الفي ار دوت لما يكون عندك اير ستاندر اي تيبل اي 17 على طول ادخل جيبه. تمام. حلو. انا بقى استغل ايه الفي ار 1 ده؟ موجود في اي قانون؟ موجود في القانون بتاع الكومبريشن ريشيو. فين هو الفي ار 1؟ هنا. تمام. طيب في ار 1 وعندي 8، اقدر اجيب ايه؟ في ار 2 اللي تحت. يبقى في ار 2 اقدر اجيبه صح؟ في ار 2 يساوي ايه؟ يساوي في ار 1 اللي انا جبته ده، في ار 1 تمام على 8 لو كومبريشن ريشيو. اطلع الناتج، انا طبعا في ار 1 جبت من التيبل، اطلع في ار 2. لو انا طلعت في ار 2 خلاص اقدر، خلاص انا التيبل اس 17 دي بتطلع لي اي حاجه، لو معايا واحد حاجه واحده اطلع الباقي كله. اطلع انا التمبريتشر تي 2، اطلع يو 2، ويو 2 هستفيد منها في ايه؟ هنا اهو كده طلعت معانا يو 3. يو 3 دي اللي هتجيب لي بعد كده تي 3، صح؟ صح؟ حلو. يبقى انا طلعت يو 2 وتي 2. حلو الكلام. طلعت انا يو 2
وتي 2 اخش انا بقى ايه على ال ان انا بامكاني بعد كده هوت ان انا خلاص طلعت تي 2 تي 2 ممكن اطلع ايه كمان. انا طالع دلوقتي استخدم المعادله ديت، انا معايا كيو ان معايا يو 2 اطلع يو 3، اقول ان يو 3 هتساوي كيو ان من 2 ل 3 زائد يو 2. حلو خالص، طلعت يو 3 يا سيدي. يو 3 دي هتفيدك ان انت من يو 3 هتعرف ايه التي 3، وكده انت طلعت اول مطلوب ليك اللي هو ده تمام. وبعد ما تطلع تي 3 ممكن تطلع ايه كمان، ممكن تطلع ال في ار 3 كان ممكن تستفيد منه في حاجه تمام. بعد كده ممكن تروح تشوف انت ايه بقى. انا بي 3 دوت، بي 3 ده مش لاقي له اي قانون موجود عندي خالص، فكل ما تتزنق افتكر الايديال جاز لو تمام. فانا خليني امسح بقى كام حاجه كده، وانا مسحت دولت خلاص انا استخدمت المعادله ديت، وانا استخدم الايدل جاز لون. بما اني عندي بي 1 انا قلت بي 1 دي ممكن استخدمها في حاجه، لو استخدمتها انا ما ينفعش انط من بي 1 لبي 3 على طول كده، او يعني ايه اعمل يعني ايه انط رقمين ورا بعض، انا امشي واحده واحده بالترتيب 1 روح على 2 2 روح على 3 وهكذا، بتمشي ما تنطش ما ينفعش تجيب اخر حاجه وانت لسه في اول رقم تمام. فممكن تستخدم الايدل جاز لون انك تقول ايه بي 1 تي 1 بي 1 في 1 على تي 1 هيساوي دي 1 اوكي بي 2 في 2 على تي 2. حلو الكلام. لاحظ ايه بقى، ان انا بي 1 عندي وتي 1 عندي دولت المعطى في السؤال، وتي 2 جبتها من هنا، وانا عاوز احسب بي 2 حاليا. وانا ممكن استغل الوضع ايه، ان انا لو قلت لو اخدت الفي 2 دي قسمتها على الطرفين وبقت هنا في 2 هنا شططتها من هنا بقت في 1 على في 2 دي عباره عن ايه الار اللي هي 8. فبقى كده اهوت كل حاجه معروفه عندي، البي 1 معروفه ومضروبه في 8 على تي 1 وتساوي ايه بي 2 على تي 2 صح. وكل حاجه معروفه بي 1 معروف تي 1 معروف تي 2 معروف كده طلعت ايه بي 2. بي 2 طلع معاك حلو. بعد ما طلع بي 2 ممكن اعمل ايه تاني، طلعت بي 2 ممكن اعمل برضو مره ثانيه ايدل جاز لو مع 3 عشان اطلع بي 3. طيب خلينا نمسح ده تاني ونعمل ايدل جاز لو ما بين 2 و 3. طيب ادي ايه بي 2 في 2 على تي 2 هيساوي بي 3 في 3 على تي 3. طيب بي 2 عندي جبتها، في 2 مش عارفها، تي 2 عارفها جبتها من هنا، تي 3 لسه جايبها برضو من هنا من المعادله ديت، واللي قلنا اليو 3 هتجيب لي تي 3 وفي ار 3، في 3 مش عارفها، وايه تاني مش عارفه، البي 3 انا عاوزها. طيب انا الفي 2 والفي 3 دولت ممكن اجيبهم منين؟ لو فكرنا كده انا ممكن اجيب ال V2 وال V3 دولت منين؟ انا مش عارف لغايه دلوقتي. طب انا ممكن افكر ايه في الكومبريشن ريشيو ده فيها فوليوم صح. طيب انا جبت VR3، VR3 دي فين؟ دي هنا صح، ومعايا كومبريشن ريشيو، مش ممكن اقدر من VR3 اجيب ال VR4 واقول ان ال VR4 تمام الفي ار 4 تساوي 8 في الفي ار 3. حلو خالص كده، لما انا جبت الفي ار 4 تساوي 8 في ار 3 انا كده قدرت اجيب ايه، قدرت اجيب في 4 ار 4. ممكن اجيب اليو 4 صح واجيب التي 4 وبس كده خلاص. طيب انا لما جبت التي 4 انا ممكن استفيد ده بحاجه، او اليو 4 ممكن استفيد بحاجه. اليو 4 جبتها لي ممكن جبت ايه كيو اوت، فكده جبت ايه الدبليو نت، خلي دي على الاخر انا مش عارف لغايه دلوقتي انا هجيبها ازاي. طيب كيو اوت يو 4 ماينس يو 1 بقت ايه جبت كيو اوت. حلو كيو اوت وعندي كيو ان هو مديها لي في السؤال كده جبت دبليو نت، ودبليو نت وعندي كيو ان في السؤال كده جبت ايه الافشنسي. فضل عندي حاجه واحده انا مش عارف اجيبها او لسه هجيب المين افكتيف بريشر اللي هو البي 3.
البي 3 انا اجيبها ازاي؟ انا معايا قلنا معايا بي 2 تي 2 وتي 3 جبناها من المعادله ديت، فاضل ايه؟ في 2 وفي 3. طيب هو مش في 2 بيساوي ار في في 2 يعني في 2 يساوي في 1 على ار؟ طيب انا لا عندي لا في 1 بس عندي ار، انا ممكن اول حاجه اجيب في 1 تمام، وممكن طب انا في 3 ممكن اجيبها برده، انا معايا تي 3 ومعايا بي 3 مش عارفها، فانا ما ينفعش في 3 مشكله عندي. طيب ممكن نفكر ازاي، ممكن ندور على طريقه. طب خلينا نشوف الحل عشان انا نسيت ايه الحل. طيب ممكن نستخدم ايه؟ تعال نشوف الحل بتاعها. قال لك خلاص ممكن نستخدم الكومبريشن ريشيو هنا. اوكي طلع كده، راح جاي قال لك ان هو قال لك شوف في حاجه يعني سهله جدا انا نسيتها. تمام، الحاجه السهله جدا اللي انا نسيتها ان انا ممكن اكسل الفي 2 مع الفي 3 ان هم يساووا بعض يعني. اوكي طيب دلوقتي انا ممكن اعمل معادله ثاني، بي 2 في 2 على تي 2 يساوي بي 3 في 3 على تي 3، ومن الاخر اشطب في 3 مع في 2 ما خلاص كونستنت فوليوم. يعني هي دي الفكره، وانا اصلا كنت مركز للشكل اللي كنت عرفت. تمام، بي 2 عندي، تي 2 عندي، تي 3 عندي، اطلع بي 3 كده طلعت كل حاجه. فاضلش عندي غير مين افكتيف بريشر. مين افكتيف بريشر قلنا القانون بتاعه اللي هو ام اي بي هيساوي ايه؟ يساوي دبليو نت اللي انا لسه مطلعها اللي هي عباره عن كيو اوت ماينس كيو ان على في 1 1 ماينس ايه 1 على ار. تمام، الار عندي، الفي 1 اجيبها منين؟ دبليو نت عندي، الفي 1 ممكن تجيبها بقانون بي في يساوي ار تي، قانون الايديال جاز لو. التي 1 عندي مديها لك في السؤال، الفي 1 عندي مديها لك في السؤال، الار المفروض هو عيدها لك في الامتحان 0.287. تمام، دي هتبقى مش عارف تبقى ايه، هتبقى مش عارف. اوكي ممكن تكون عباره عن كيلو جول. تمام، ممكن كيلو جول، كيلو جول، ودي هتبقى متر كيوب على كلفن. مهم يعني هيطلع معاك ايه رقم. تمام، على كلفن. كيلو جول دي كيلو جول اللي هي باسكال، دي هتبقى نيوتن على متر سكوير. تمام، متر هي هتبقى هتطلع معاك رقم انا مش فاكر. مهم تمام، طلع معاك الجواب هيطلع اللي هو ال V1. تمام، ال V1 هتجيبه ومن الفي 1 هتحطه هنا وانت معاك القرعه طلع مين افكتيف بريشر. تمام، فدي كان الحل بتاعهم. الار عباره عن كيلو باسكال متر كيوب على كيلو جرام كلفن. تمام، وهيطلع معاك بس دي طريقه الحل. فانت محتاجه تدريب يعني، انا اتدربت كتير عليها بس لغايه دلوقتي برضو في حاجات بتقف معايا ان انا مش في حاجات بتنساها، حاجات بسيطه. فانت دور على المتشابهات وهيطلع معاك الجواب ان شاء الله.